الله وكيلك يا عاطف، امبارح طول الليل وانا عم بدرسها لك تقول تكسير حجار مو هيك، يخرب بيتها شو ثقيله وناشفه. يا سيدي معك حق، بشرفي لما بدرسها بحس كانه شواكيش عم تضرب براسي ضرب. على كل حال حضر حالك، مو بيان الا 10 دقائق لمحاضره افلاطون زمانه، الله يكون بعوننا. الله وكيلك، لك بحس هالمحاضره كانه عقوبه، يعني يا محلى دروس التدريب الجامعي قدامها. اخي شو بدنا نساوي، قدرنا ندرس فلسفه هيك الله كاتب لنا. ها اجت وفاء. يا حبيبي هاي محامية الدكتور أفلاطون، ما بيهون عليها ننتقده قدامه ولا بأي شكل. فعلا لا، وشو اللي عاجبها فيه ما بعرف. ليش بس هي اللي معجبة فيه؟ في كتير طلاب غير قليلين عقل معجبين فيه كمان. مرحبا. أهلين وفاء. أهلين. أكيد كنتوا عم تحكوا علي ما هي؟ شو عرفي؟ مبين من عيونكم. يعني هو بصراحة ما كنا عم نحكي عليك أنتي، كنا عم نحكي على الدكتور أفلاطون عبد الهادي. عفوا إذا سمحت، اسمه الدكتور سليم عبد الهادي، يا ريت ما في داعي للمقلسة والمسخرة. يا طولي بالك وفاء، شو بكي؟ ما حكينا شيء. يعني انت ليش هيك كتير مهتمة بالدكتور سليم ما بعرف؟ هيك انا حرة، حدا اخو مرائي شيء بهتم بيلي بدي اياه، واذا كنتوا انتم ما بتحبوه فهي مشكلتكم مو مشكلتي. ليش بس نحن اللي ما بنحبه؟ معلش انت احكي عن حالك وما دخلك بغيرك. يعني صحيح هو جد كتير وما بيجامل حدا من الطلاب، بس هذا الشيء ما بيقلل ابدا من قيمته ومكانته العلميه. جدي شوفيها انت، اذا بتقولي غامض او معقد يمكن بيكون احسن. فعلا يعني ما بتعرفوا اذا كان زعلان ولا فرحان، رايق ولا معكر، بيحبك ولا بيكرهك. شوف عاطف، انا بتصور انه مشكله الاستاذ افلاطون بلشت من لما ماتت مرته. ليش من قليل ماتت مرته؟ الله يستر ما تكون جايته الجلطه من ورا فلسفته وفزلكته، لانه بتصور انه حتى بحياته العامه مفلسف مو بس بالجامعه. يا جماعه حرام عليكم، وحاجه تنتفوا بريش الزلمه بقى. عفوا نحن ما عم ننتف ريشه، نحن عم نحكي وقائع. يعني الزلمه لما ماتت مرته قعد يفلسف الامور وقال حزن عليها حزن افلاطوني. سمعاني بالحزن الافلاطوني ما هيك وفاء؟ لا والله مالي سمعاني فيه. انا سمعان بالحب الافلاطوني، حب نادر الحدوث ومثال كتير. يا سيدي هاد مثل هاد. ولك الله يعين يلي بيعلق بلساناتكم، اتركوا الزلمه بحاله بقى، حرام عليكم. صدقيني يا وفاء انا عم بحكي جد، ما بتتذكري مره شو قال؟ قال الموت شيء حسن بالنسبه الى افلاطون، ولا سيما بالنسبه الى الفلسفه السليمه، لانه يتيح لنا ان نتدرب على الاحساس بهذا الشيء الراقد. فهمتي شيء؟ فهمتي؟ اصلا انتم ما بيلبق لكم هيك دكتور، بتعرفوا شو بدكم؟ بدكم واحد يلقي عليكم المحاضره وهو عم يهرج مثل الدكتور نشأت. ليش فكرك مين منا بيقدر يهرج مثل الدكتور نشأت؟ الله يذكرك بالخير يا دكتور نشأت ما أخف دمك. أصلا التهريج بحد ذاته فلسفة، وفلسفة التهريج ما بتقل أبدا عن فلسفة أفلاطون، مو هيك أكرام؟ طبعا. على فكرة عطيف، أنا فعلا صاير معجب بآرائك المفيدة وأفكارك السديدة، يعني فعلا أنت صاير حجة بالمنطق الموضوعي والفلسفة. مو بس بالفلسفة والمنطق، أنا حجة بالفلسفة والطرنيب كمان. نسيت لما طرنبت لك قص الكبة؟ هلا انتو النقاش صاير معكن عقيم ومضي على الوقت، بتعرفوا ليش؟ ليش؟ لأنكن جهلة يا شاطرين، وفي معكن أعراض بؤس ثقافي وأمية لا متناهية. أمية لا متناهية؟ جديدة هي لك حطيت ماي؟ العمى صاير عم تحكي مثله هي. هي والله نفس الكلام، طب الأصل؟ بعدين شفت لي التناقض اللا نوعي، قال جهلي يا شاطرين. عفوا دكتور، تسمح لي بدقيقة من وقتك؟ ايه تفضلي ولو. أولا شكرا على محاضرتك القيمة، بس في عندي سؤال صغير ما صح لي أسألك إياه بالمدرج. ولا يهمك تفضلي. دكتور هل حرية الإنسان مرتبطة بالإنسان نفسه؟ أو في عوامل أخرى رافدة؟ يا آنسة وفاء، الحرية مو قضية مزاج حتى نقبلها أو ما نقبلها، الحرية أمر حتمي، يعني بالرغم من كل الظروف فالإنسان حر في أنه يقبل الوضع يلي هو فيه أو يرفضه، سواء كان هذا الوضع خيراً أو شراً، فبالنتيجة نحن المسؤولين عن هالشي. شكراً دكتور وآسفة أني عطلتك. لا ولا يهمك، موفى إن شاء الله. يعني وفاء خانو ما شبعت من المحاضرة الطويلة العرضة اللي سلخناها، لا بدها توقفه وتسأله وترعي قلبها. بدك الصراحة قسما بالله كنت رح نام.
وعك دير بالك شو تنام، قسما بالله ما يشوفك نايم، ليشرشحك قدام كل الطلاب ويقلعك لبرا، هذا الدكتور ما بتفرق معه بالمرة. إيه لا تخاف، عم باخذ حبوب منبهة ضد النوم قبل كل محاضرة. أصبح من هلا ورايح صوب حسابي بكم حبة. امشي لشوف الطالب المجدد شو طلع معه. شو رأيك؟ أهلين سليم. الله يعطيك العافية. تفضل استريح. هات عنك هالجاكيت. يلا حبيبي، خمس دقايق وبيكون الأكل جاهز. علاء ما عم يخليني نام لا ليل ولا نهار. يا حبيب قلبي ما عم يهدى، بس بتعرف طالع بيشبهك كتير، خصوصي موديل أنفه. أهلين بابا. أهلين حبيبي. الغدا جاهز، تفضل. يلا يلا. سلام، ايشو هالعلامات الحلوة؟ ومرحة كمان يا حبيبي. ألف مبروك، روح قل له لبابا إنك نجحت. أوام لشوف. بابا بابا، أنا نجحت وأخذت الأول على صفي. يا سلام عليك يا علاء، ألف مبروك حبيبي. فعلاً إنك بطل. بس هذا الحكي ما بفيد بابا. شو هو المفيد لك أنا؟ بدي هدية النجاحة. على عيني وراسي، تكرم عينك. وبصراحة أنا كنت متوقع أنك رح تنجح ورح تاخذ الأولية، ومشان هيك أنا حضرت لك الهدية قبل بسلف. الحقني لشوف، الحقني. تعال بابا، تعال تعال إلا تعال. تفضل بابا، أي هديتك؟ شو هدول؟ كتب. في أحلى من هيك هدية؟ شكرا كتير بابا. شو بابا وين شردت؟ ما حبيت الأكل؟ لا يسلم ايديك، طيب كتير. يا علاء شو أخبار الدراسة معك؟ الحمد لله بابا، كله تمام. شد حيلك ها؟ عندك السنة تخرج مو مسخرة؟ إن شاء الله بابا إن شاء الله. على فكرة بابا، أنا ما رح أقبل نجاح عادي، نجاحك لازم يكون بامتياز، لأنك أنت هيك عودتني. وبإذن الله ما رح غير العادة. أفلاطون لما بيحكي بيخاطب الإنسان بكل زمان وبكل مكان، والمعرفة بشكل عام فعل تراكمي، يعني موضع وبتنتهي، وأنا بعتبر الفلسفة أم المعارف. طب دكتور ليش أفلاطون؟ معلش يا شباب اعذروني هلأ، خبوا أسئلتكم للمحاضرة الجاية، هلأ مستعجل شوي، عن إذنكم حبيبي. يعطيك العافية أبو سعيد. أهلاً يا أهلين. أهلين كيف سهلين. الصحة إن شاء الله؟ يا أهلين سهلين، شرف شرف. ارتاح. الله يخليك، مشغول شوي. شو الأخبار؟ يا سيدي شفت لك مكتب بيطير العقل، وظن هذا هو طلبك بالذات. فينا نشوفه؟ طبعاً. اتفضل معي. شرف شرف. تفضل. شرف سيدي شرف. شو أستاذ علاء، طمني إن شاء الله عجبك. بدك الصراحة؟ ليش في أحلى من الصراحة؟ والله يا أبو سعيد هذا هو بالضبط اللي رسمه بخيالي. حلو كتير، إذا كان هيك طلبك امشي معي على المكتب، هنيك نحكي بالتفاصيل. تفضل. شرف. مرحبا لينو. تأخرت عليك مو هيك؟ طبعا تأخرت علي، وينك لهلا؟ غلي قلبي عليك. أنا آسف كثير، نسيت حالي بس غصبا عني مو بإيدي. يا سلام، نسيت حالك. وشو هالشي المهم اللي خلاك تنسى حالك بقى وتنسى موعدنا؟ حلمي الكبير. ما فهمت عليك، شو يعني حلمك الكبير؟ لينا أنا حلمي من زمان وحلم المرحومة أمي إني صير مهندس، ومهندس ناجح كمان. إيه مزبوط، بس هالشغلة قديمة وصرت قايل لي إياها كذا مرة. وحلمي بالهندسة ارتبط دائما بصورة معينة للمكتب الهندسي اللي لازم أفتحه.
يعني مثل ما الطبيب بيحلم بصورة معينة للعيادة، ومثل ما الرسام بيحلم بشكل خاص لرسمه، أنا كمان كان عندي حلم بصورة معينة للمكتب الهندسي تبع المستقبل، وضل هالحلم معشش بذاكرتي وعم يكبر فيي يوم ورا يوم. يعني أنت تأخرت لأنك كنت عم تحلم؟ لا حياتي، بس الحلم تبعي تجسد اليوم على أرض الواقع. شلون بقى؟ يا ستي شفت مكتب بيطير العقل، صورة طبق الأصل، فوتوكوبي عن المكتب اللي كنت أحلم فيه وبكل تفاصيله. لينا لما شفته ما صدقت عيوني. المكتب معروض للبيع؟ اي نعم. طيب شو عم تستنى؟ ما تروح تاخده قبل ما يروح من ايدك؟ المشكلة خايف ما اقدر احصل عليه لانه سعره غالي وهو بموقع استراتيجي. يعني امكانيات ابوك ما بتسمح؟ بالوقت الحاضر ما بتسمح الا اذا. الا اذا شو؟ اذا باع شقفة الارض اللي عنا بالضيعة، ساعتها ممكن. طيب ليش ما بتفتح الموضوع معه؟ لانه المكتب بالنسبة لك اهم من الارض. رح حاول، بس بصراحة خايف شوي. من شو خايف؟ خايف يفلسف لي المسألة ويحكي لي عن أفلاطون وأرسطو وعن صبره وعن حكمتهم بالحياة واطلع برا بالنهاية. لينا أنت شو رأيك؟ والله ما بعرف. أبوك وأنت أدرى فيه؟ بابا؟ نعم. أنا آسف كتير على المقاطعة. لا ولا يهمك حبيبي، مو مشكلة. بابا مثل ما بتعرف هي آخر سنة إلي بالجامعة قبل التخرج. إن شاء الله ربك كريم. أنت دائما كنت تقلي إنه هدية نجاحي رح تكون محرزة، ولهالسبب أنا ناوي بعد إذنك طبعا إني بعد ما أتخرج أفتح مكتب هندسي، وهالشي بالذات هو حلمي الوحيد بهالدنيا. وأنا كل اللي بطلبه منك إنك تشتري لي هذا المكتب وتهدينيه. طيب أنت شايف مكتب معين وحاطط عينك عليه؟ بصراحة بابا أنا شايف مكتب بيطير العقل. عظيم، بس مو شايف إنه بكير شوي على المكتب؟ أو على الأقل حتى تضمن نجاحك. بابا أنا ناجح بإذن الله بامتياز، وما بدي هدية منك غير هذا المكتب. وفين موقع المكتب؟ مين دلك عليه؟ في مكتب عقاري قريب من الجامعة، هو اللي دلني عليه والتفاصيل عنده. وهي كرت المكتب. طيب طيب، لكل حادث حديث، بس الله يرضى عليك، اهتم بدراستك هلا وكل شيء بوقته حلو. امرك بابا. كان مفهوم الديمقراطية عند أفلاطون مفهوم؟ دكتور سليم ممكن لحظة؟ الله معكم، مع السلامة. منيح اللي اجيت وأنقذتني يا دكتور منير، لأني حاسس حالي تعبان شوي. لا سلامتك، خير. لا وما حليلهم إلا يناقشوني بمفهوم الديمقراطية عند أفلاطون، وبتعرف أنت هيك نقاش قديش بيتعب. بعيد الشر عنك، خير شو؟ لا لا ما في شي، بس حاسس حالي مرهق شوي، هاي هي كل القصة. هي الله يعطيك العافية، هو شيء طبيعي انك تتعب لانك انت ما عم ترحم حالك. محاضرات بالقاعة وبالكريدور وبالكافتيريا وبحديقة الجامعة، ايه ما بيصير هيك يا دكتور سليم.
بتعرف انه انا خارج قاعة المحاضرات ما بسمح لأي طالب يوقفني ويسألني؟ ما بسمح له ولا بشكل. طبعا مو شوفت حال مني، بس يا اخي كل شيء له وقته، وما بسمح لأي مجهود اضافي انه يزعج راحتي او يأثر على صحتي. بس مو هذا اللي تعبني يا دكتور منير. لكن شو اللي تعبه؟ علاء ابني. خير شبه؟ مثل ما بتعرف علاء عنده سنة تخرج. هي بعرف، ان شاء الله الف مبروك. هلا هذا اللي تعبه؟ طبعا لا، بس المشكلة انه علاء حاطط عينه على مكتب هندسي وبده اياه. يا سيدي هذا حقه، ومن الطبيعي انه كل مهندس يكون عنده مكتب. المشكلة انه المكتب اللي مختاره علاء صاير بنص البلد وسعره غالي كتير، وانا بصراحة مو قدرتي ادفع هيك مبلغ. يعني كنت مفكر اخذ له مكتب متطرف شوي ورخيص وعلى قد الامكانيات، بس علاء الله يصلحه ضربه علاوية شوي. يا سيدي مزبوط عم تحكي، هو بالبداية لازم يكون المكتب متواضع، وممكن هو بعدين يطور حاله ويشتري مكتب لحاله. ما بظن علاء يقبل بهيك حل. طيب اقنعه. معقولة انت ما تقدر تقنعه؟ ما بعرف يا دكتور منير، ما بعرف. مبروك حبيبي. الله يبارك فيك يا رب. وحياة قلبي وافراحه وهنا ومساوي صباحه، ما لقيت فرحان في الدنيا زي الفرحان بنجاحه. والناجح يرفع ايده. لينا هذا هو المكتب اللي حاطط عيني عليه، شو رأيك؟ موقعه حلو كتير. مو بس موقعه، لينا مساحته بتاخد العقل. تعرفي مالي مصدق امتى حط رجلي جواته، لأنه حاسس انه هالمكتب بالذات رح يحقق لي كل أحلامي. لا أنا هيك بلشت غار. غاري؟ من مين؟ من مين يعني؟ من المكتب. معقولة؟ ايه طبعا، لأنه عم يحز بنفسي انه يكون هالمكتب حلم حياتك. كنت بتمنى اكون محله. انت شو عم تحكي يا لينا؟ انت شغلي اكبر من الحلم واكبر من الخيال، فوق الحلم وفوق الخيال. انت شغلي اقرب للميتافيزيك. لا علاء هيك كتير، لا تخليني اقول عنك افلاطون ثالث. ها ليش؟ مين التاني؟ مين يعني؟ هلأ بطلت تعرف؟ والله يا لينا انا خايف وقلقان. خايف وقلقان من شو؟ من افلاطون، من ابي. تعرفي خايف ما يحقق لي الحلم. ليش انت ما فتحت معه الموضوع؟ بلا فتحته. ايه شو قال لك؟ قال لي انت نجاح بالاول، بعدين لكل حادث حديث. تفضل. بابا. يا بابا. غريب لهلا ما اجا، ماله بالعاده. بابا. يا بابا. الو. مرحبا خال، شلونك؟ الله يخليك، مشتاق لك. لا والله بس حبيت خبركم اني نجحت وتخرجت السنه. الله يبارك فيك يا رب، عقبال عدنان ان شاء الله. يا سيدي اكبر هديه هي رضاكم علي. صحيح خال، بدي اسألك، بابا مر لعندكم شي؟ والله ما بعرف، اجيت وما لقيته بالبيت. ما بعرف يعني، توقعت يكون عندكم. ايه خال طبعا، اكيد. اهلين خال، الله معك. شو اللي اخروا لهلا؟ Thank you.
ألف مبروك حبيبي. الله يبارك فيك. ألف مبروك، أنت بتستاهل كل خير لأنك تعبت على حالك واجتهدت وحصدت نتيجة اجتهادك بالنهاية. وأنا ابني بفتخر فيك كثير لأنك شاب عقلاني، ومثل ما بيقول أفلاطون لم يكن للعقل من معنى إذا كانت الظلال المحيطة بالعقل هي الخرافة. شكرا بابا. تفضل حبيبي. شو هاد؟ هي هديتك، هدية نجاحك. هدية نجاحي؟ ايه نعم، المدينة الفاضلة لأفلاطون. المدينة الفاضلة لأفلاطون؟ يا بابا يعني أنا استنيت كل هالوقت وتعبت كل هالسنين مشان تقدم لي بالنهاية شقفة كتاب؟ بس يا بابا هالكتاب رح تلاقي فيه كل بترجاك بابا. بترجاك؟ أنا ما عاد بدي أسمع منك ولا كلمة. وبصراحة أنا مليت. مليت. مليت من الحكي المزوق والعبارات المفخمة. مليت من الجبل الإنشائية. مليت من الفلسفة والفلاسفة. مليت من أفلاطون وأرسطو وسقراط وزيكو. شو ذنبي أنا؟ شو ذنبي؟ شو ذنبي إذا كنت ابن أستاذ فلسفة؟ يعني ضروري تتحول الحياة إلى مناهج أخلاقية ومثاليات ونظريات؟ يا بابا فهمني، الله يخليك، فهمني أرجوك. أنا بدي أشتغل وأعيش. بدي أشتغل وأعيش بعيد عن كل هالخزعبلات تبعك هي. وبصراحة أنا ما عاد إلي عادة بهالبيت بنوب. علاء شو عم تحكي أنت؟ خلاص بابا خلاص، الله يخليك. أنا ما عاد أقدر أتحمل أكثر من هيك. أنا إنسان عملي وبدي شق طريقي بنفسي، وما بدي حدا بالدنيا يكون له فضل علي، حتى ولو كان أبي. علاء ويكون معلمك بابا، إذا مفكر إني كنت عالي عليك أنا بوعدك من هلا إني ما عاد ورجيك وشي بنوب. خاطرك. علاء استنى شوي. علاء سليم، تعا شوف علاء شلون صار يمشي. يا حبيب قلبي شلون عم يمشي مثل البطة. عصفورنا الصغير طلع له جناحات وعم يحاول يطير. خلاص طول بالك علاء، ما في داعي لكل هالعصبية. تصوري يا لينا، حلمي اللي له سنين بخيالي فيقني منه وهدل لي اياه بلحظة واحدة، واللي فيه يا ولد فيه من هالأحلام بقى. هو هيك قال لك؟ تصرفوا هيك بياني، لكن شو معناته يجيب لي كتاب بمناسبة نجاحي؟ العم على القفل كتاب؟ ولك هي قيمتي عنده؟ طيب خلاص هدي أعصابك شوي، مانا مستاهلة القصة، كل شي بيتصلح. لا يا لينا، بالعكس، يلي بينكسر بحياته ما بيتصلح. والدكتور سليم بيك كسر لي شي غالي كتير بحياتي، وصار في بيني وبينه شرخ عميق. هلا انت ليش عم بتكبر المساله هيك؟ روق شوي. انا ما عم كبر شيء يا لينا، المساله بحد ذاتها كبيره. الاب اللي ما بيشعر بطموحات ابنه برغباته انا ما بعتبره اب نهائيا. انت هيك عم تقسى عليه كثير، يمكن الظروف ما انا مساعدته. طيب يحكي، يقول، يعبر، يعتذر، يفهمني انه ما عنده استعداد يبيع شقفه ارض صغيره كرمال ابنه، مو يستخف فيني ويتركني هيك كاني ولد صغير. علاء بترجاك ما تعصب. ماشي الحال، بسيطه يا دكتور سليم، بسيطه. الايام بيناتنا، ورح اثبت لك اني لا بحاجتك ولا بحاجه الارض تبعك، وحلمي رح احققه مهما كانت الظروف. بالنسبه لي الامور كلها تمام، بس بتخلي لي الشباب يرفعوا لي الشناجات 10 سم حتى تصير 60 وعلى نفس التسليح تماما، ولازم نبلش بقى بناء الاعمده من هلا. بس الخشب اللي انا ما بكفي استاذ. انت ولا يهمك، انا حسبت حسابي سياره الخشب تجي بعد نص ساعه، انت بلش وما عليك. امرك استاذ. وبالنسبه للشباب خليوني يبلشوا لي العمار من الناحيه الجنوبيه، تاخرنا كثير. حاضر. يعطيك العافيه. اذا شفت لي مراقب العمال ابعث لي اياه بسرعه، قول المهندس علاء بده اياك. حاضر استاذ، بدك شي غيره؟ الله معك، سلامتك. يعطيك العافيه. الله يعافيك يا رب. عفوا استاذ ممكن ادخل؟ طبعا لا، ما دخلتي وخلصتي. كيف الشغل عندك؟ تمام ماشي الحال، خلصنا من بناء القواعد وبلشنا بالشناجات والاعمده. يعطيك العافيه. الله يعافيك، انت شو اخبارك؟ اخباري مطوشه طوش مع الطلاب، ما بعرف شلون عم على قلبي واخترت مهنه التدريس، ترى التمني غير الممارسه. خرجك بتستاهلي. شو علاء أفندي؟ شايفتك حاقد على المدرسين؟ لا طبعا أعوذ بالله، بس أنتوا المدرسين بتعيشوا حياتكم كلياتها نظري بنظري، وبالنهاية بتحكوا شي وبتعملوا شي تاني. بالله يا لطيف شو قلبك قاسي. أنا قلبي قاسي؟ إيه أنت، بتريد قلك ليش وشلون؟ بترجاكي لينا، موضوع أبي ما تفتحي لي يا بنوب إذا بتريدي. يعني ولو بدك تزعل مني بدي قلك يلي بقلبي. طيب تفضلي قولي. معقولة يا علاء؟
أربع سنين وما بيخطر لك تسأل عن أبوك أو حتى تزوره أو تحكي معه بالتليفون، يعني قد ما كان بيضل أبوك. علاء بترجاك حبيبي لا تحسسني إنك قاسي، والله أنت مانك هيك. وين علاء الحباب الحنون الرومانسي؟ معلش لينا، إذا بتريدي تركينا من هالموضوع وخلينا نحكي بشي تاني. تكرم عينك، بشو بدك يانا نحكي؟ عنا أنا وياكي يا لينا، نحن لهلأ بيكون صار لنا سنة ونص مخطوبين، ويمكن أنا الأوان لنتزوج، ولا شو رأيك؟ بصراحة هو أنا كنت حابة فاتحك بالموضوع، بس بعرف لينا، بعرف أنه أهلك عم يضغطوا عليك مشان فاتحني بالموضوع، وبعرف كمان أنك مالك حابة تحرجيني، بس أنت بتعرفي منيح أني أنا كنت عم أجل لحتى ألاقي بيت مناسب. يعني بفهم من حكيك أنه أنت أي نعم يا ستي، لقيت بيت مناسب وسعره معقول كتير، وأكيد رح يعجبك، أنا بعرف ذوقك. هو طالما عجبتك أكيد رح تعجبني. يعني فرحتي بهالخبرية ولا شلون؟ فرحت وبس، حاسة الدنيا مو سايعتني من الفرحة، بس بدك الصراحة فرحتي ما رح تكتمل إلا بشغلة واحدة. شو هي؟ يا ريت تعزم الدكتور على عرسنا. ألو دكتور؟ ألو دكتور يعني أبوك. لينا بترجاكي، أنت لازم تفهمي شغلة مهمة كتير، لازم تعرف أني أنا فضلت أخذ الشقة بدل ما أخذ المكتب. شو قصدك؟ يعني كنت أمام خيارين، يا أما بشتري مكتب وبحقق حلمي، يا أما بلغي فكرة المكتب كلياتها من أساسها وبشتري بيت الزوجية وبحقق حلمي فيكي أنت بالذات، وبالنتيجة اشتريت البيت، وبالنهاية كان في عندي حلم وما تحقق ورح يتحول لكابوس طول عمري، والسبب هو الدكتور، الدكتور الوالد. فهمتي بقى؟ ادخل. تحياتي دكتور منير. أهلين بالدكتور سليم. أهلاً، شرف دكتور، شرف، أهلا وسهلا. يا الله خير دكتور؟ شايفك تعبان. إيه والله يا منير تعبان كتير. والله معك حق، لأنه صار التدريس مضني بالنسبة إليك. مو التدريس اللي تعبني يا دكتور منير. لكن شو اللي تعبك؟ يلي تعبني هالأيام السودة هي اللي تعبتني. لا حول ولا قوة إلا بالله. في أخبار جديدة عن علاء؟ لا مو كتير عم تابع أخباره. يصطفيل بكرة الأيام بتعلمه. تفضل. عفوا دكتور، هذا الظرف ترك لك يا شاب من طرف بيت الهاشمي. يعطيك العافية. الله يعافيك. شو بهم بيت الهاشمي؟ بيظهر كرت دعوة لحفلة عرس. شو بك تغير لونك؟ تفضل اقرا. عرس ابني علاء؟ ليش ما عندك خبر؟ لا ابدا. على كل الف مبروك، والله يجعل ايامك كلها افراح. على شو عم تبارك لي انت؟ يعني بيضل علاء ابنك الوحيد، واكيد رح تفرح له. هيك بدي افرح له؟ من بعيد لبعيد؟ يعني اذا ما كنت جنبه وضميته وبسته شلون بدي افرح؟ لا، وهاليوم هاد كنت كل عمري احلم فيه انا والمرحومه امه، بس يبدو انه ما لنا نصيب فيه، لا انا ولا المرحومه. بهيك يوم كان لازم اطير من الفرح، بس هلا قلبي عم ينصر عصر من الزعل والقهر. ما بعرف شو اعمل، ما بعرف افرح ازعل اضحك ابكي، ما بعرف. الله يسامحك يا ابني، الله يسامحك يا علاء، دنيا واخره. حبيبتي انا نازل، توصيني شيء قبل ما امشي؟ لا سلامتك، ما بدي شيء. مثل ما وصيتك، ها ما تتعبي حالك بالامي بالقعده، الحركه الزايده بتضرك. ايه بس الدكتور قال لي الحركه مفيده. ما في معنى حبيبتي، تحركي على مهلك، بس اذا حسيتي حالك تعبتي اتصلي فيه فورا على الشغل. ها مشغول بالك علي ولا على البيبي؟ عليكم انتوا اثنين سوا، وغلاوه هالبيبي من غلاوتك انت. يلا باي باي حبيبتي. مع السلامه، الله معك. الو، اهلين ابو عدنان.
شو هالحكي؟ مرت علاء جابت ولد؟ يعني صار عندي حفيد؟ بلا من جد عم تحكي؟ بيقلوا مستشفى؟ طيب طيب، شكرا حبيبي، شكرا أبو عدنان، الله معك حبيبي. بابا 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 خير شبك يا بابا؟ رد علي مشان الله بابا. بابا يا بابا مشان الله رد علي بابا. يا بابا بابا مشان الله رد علي يا جماعة. دكتور دكتور بعد لا حول ولا قوة إلا بالله. يا الله يا الله يا الله بابا بابا يا بابا. صحيح انك كنت قاسي علي، بس انا كنت قاسي عليك اكثر. صحيح انك ظلمتني وحرمتني من احلى حلم بحياتي، بس انا ظلمتك اكثر وحرمتك من حلمك الكبير انك تشوف ابنك حبيب قلبك متزوج، تشوف حفيدك الصغير. صحيح انك غلطت بحقي شوي، بس انا غلطت بحقك كتير. انا كنت اعمى يا ابي، كنت اعمى. إن شاء الله تسامحني، إن شاء الله. الله يرحمك، الله يرحمك يا أبي. يعطيك العافية. أهلين وسهلين. شو ما تذكرتني؟ لا عدم المؤاخذة ما تذكرتك. أنا من زمان جيت لعندك مشان أشتري مكتب هندسي. ها إيه إيه، هلأ تذكرتك. سمعت من مدة إنه المكتب لسه ما انباع، يعني لسه على حاله، فأجيت لأتأكد، صحيح هالشي؟ يا سيدي المكتب منباع، بس لسه ما انشغل. ما فهمت عليك. يعني من يوم اللي اجيت حضرتك شفته، إجا واحد زلم اشتراه، لساته مسكر لحد هلا، وما حدا فتح بابه من هداك اليوم. ويا ترى بتعرف لي مين اللي اشتراه؟
اسمه الدكتور سليم عبد الهادي، وكتب المكتب باسم ابنه. بابا؟ أبوك؟ معقول يكون اشترى لي المكتب هدية؟ الكتاب؟ ولدي العزيز، أحمد الله على نجاحك الباهر والذي جعلني فخورا بك بين زملائي وأصدقائي. لا يمكنك أن تتصور مقدار فرحتي عندما زارني عميد كليتك في مكتبي ليقدم لي التهنئة بنجاحك ونيلك درجة متفوقة. وأنا أمام هذا التفوق وأمام هذا النجاح لا يمكنني أن أقف مكتوف اليدين وأبدد حلمك المشروع باقتناء ذلك المكتب. فما كان مني إلا أن أسرحت إلى القرية وقمت ببيع قطعة الأرض، ثم اشتريت بثمنها المكتب الذي طالما حلمت به. ولدي العزيز، أرجو أن تقبل مني هذه الهدية إلى جانب كتاب المدينة الفاضلة، راجيا من الله تعالى أن تكون فاضلا في حياتك وتخدم الآخرين بإخلاص. والدك سليم عبد الهادي. ملاحظة: يوجد مع الرسالة عقد استملاك المكتب الهندسي. رحمة الله عليك يا أبي، رحمة الله عليك، رحمة الله عليك. مروان؟ ايه نزل معلم. اه ولا يهمك، جاهز مثل العادة. يلا حبيبي. صباح الخير سيدنا. ليه؟ ليش هيك دقنك طويلة يا ابو مروان؟ امبارح حلقناها سيدنا. بسيطة بسيطة. ابو مروان، انا 100 مرة صرت مفهمك انك انت عم تشتغل بموقع حساس جدا، وبتصور في اكثر من 10,000 سائق حكومي بيتمنوا يكونوا بموقعك. اكيد سيدنا اكيد، بس المشكلة انك ما عم تستوعب اهمية الموقع اللي انت فيه. عفوا سيدنا ما فهمت عليكم، شو بتقصدوا؟ يعني باعتبارك سائق خاص لمسؤول كبير بالدولة، فلازم يكون مظهرك العام مناسب لعملك، ويفترض يكون مظهرك لائق وتيابك مكوية وصباطك عم يلمع ودقنك ناعمة. سيدنا إذا مشان الدقن خلاص خلاص، اليوم رح أمرق لك إياها، بس تاني مرة إذا بتجيني الصبح بهيك منظر لا تلوم إلا نفسك، مفهوم؟ حاضر سيدنا. حط لي شريط لنجوى كرم بالمسجلة لشوف. أنا واحد منهم سيدنا. آخر شريط، الألبوم الأخير، عاش أو ندمانة. عدم المؤاخذة سيدنا، الشريط أخذه المحروس ابنك لما طلع معي بالسيارة مبارح. ولك يفضح حريمك شو مسيب، ليش عطيته يا؟ ما بتعرفني بحبه لهالشريط أنا؟ سيدي هو اللي طلبه.
شفت شلون انك مهمل؟ المفروض ما تتصرف من عندك ابدا. كم مره بدي نبهك ها؟ لعما شو مخك سميك يا سيدي؟ انا لما شفته بعدين فرض انه ابني استحل الشريط واخده، ليش حضرتك ما رحت جبت بداله ها؟ على كل حال راح امرق لك المره، بس حط باعتبارك انه انا لما بيجي على بالي اسمع نجوى كرم بدي لاقي الشريط جاهز، فهمت ولا عيدوا افتي؟ عفوا سيدي عفوا، هلا بيجيب شريط غيره. طيب طيب حط لي شريط نور الشمس لباسكال مشعلاني، عجل قبل ما نوصل على الوزاره. يلا حاضر سيدنا. الله وكيلك يا ام مروان، هلكني دبحني دبح، كل يوم بيسمعني نفس المحاضره نفس العي نفس الملاحظات. لا وانا عم ببذل جهدي لحتى دلله وقوم بواجبه، وهو لا بيعجبه العجب ولا صيام برجب. يعني اذا ما وجه لي كل يوم 20 تنبيه و20 توبيخ ما بيهنا له بال، وروح قلبه يبهدلني ويزلني كمان. يعني ما حلك تتعود عليه، هي بالحساب صار لك شوفير عنده 6 سنين. قلتك لازم ينحي جسمي ويبلد احساسي، لاني انا مو من البشر وما عندي مشاعر. بابا بجوز يكون معك حق، بس صدقني كل الناس بتحسدك لانك السائق الخاص لمعين بيك. اي مرحبا سائق خاص، تشرفنا والله. ليش شو عم بيجيني مفاه شغلي غير دبلان القلب ووجع الراس؟ بس اخ اخ شو بدي اقول الواحد، نص الله هذيك الايام لما كنت فيها شوفير عادي بالمرقاب، يعني على القليله كنت مالي مضطر احلق دقني كل يوم وانزل فيها نجر وكاني عسكري، ولا كنت مضطر اسمع كل يوم 20 كلمه بجنابي واسكت، ولا لي مضطر انصلب بالسياره طول النهار تحت الشموس حتى يخلص سيادته اجتماعات ومؤتمرات. ما اختلفنا، والله يعطيك الف عافيه. بس كمان يا ابو مروان لا تنكر انه شغلتك فيها عز، يعني مفكرها قليله لما بتطلع ورا دركسيون هالمرسيدس. بتفرق لك ابو مروان كتير بتفرق، لا تقلي لا. وغير هيك بابا الناس صارت تحسبنا 100 حساب، يعني ما عاد حدا يسترجي يستوطي حيطنا ولا حدا يعمل معنا فصل ناقص. لك حتى دكانجية الحارة معاملتهم تغيرت معنا من يوم ما صرت الشوفير الخاص لمعين بيك. بس كل الحكي اللي عم تحكوه لا بيقدم ولا بيأخر، بالعكس عم بيسبب لي إحراج مع الناس. يعني كتير من الناس بيفكروني إنه ممكن مون على الأستاذ أبشي طلب أبشي واسطة أبشي خدمة، باعتبار إني وشي بوشه دائما طول النهار، يعني بيحاولوا يقدموا شي طلب عن طريقي. إيشو فيها؟ إذا بتقدر تخدم هالناس ليش لحتى تقصر؟ بالعكس بتكسب ثواب. ليك التاني على الحكي، ليش أنا بسترجي أطلب منه طلب؟ إيه عليم الله عليه وش ناشف مثل الريس، والعقد بوشه شبر ونظرته بتقطع رزق، وبعمره ما داوى أصبعت مجروح. لا وفوق كل هاد بيضل عم بيوجه لي ويحمل لي جميلة إنه أنا شوفيره، كأني عم بيدفع لي الراتب من جيبته. وكل يوم التالي بيقول لي ولك يا أب مروان أنت بمركز حساس لازم تعمل كيت، ولك أب مروان أنت بمركز مهم لازم تعمل كات، ولك يا أب مروان انت عليك الاضواء مسلطه والمفروض تنتبه لكل تصرفاتك. ابو مروان الناس بيحكموا على المسؤولين الكبار من خلال عناصرهم. ابو مروان حافظ على سمعتك حتى ما تلحاني شي طرطوشه. ايه حاجه بقى فلقني فلق فزرني فزر من كتر الملاحظات. ويا ريت الراتب بكفي، كل ما قال له سيدنا الله يرضى عليك زيدنا الراتب بيقول لي لا تفتح عليها الابواب بنوبه. مع العلم انه سهره وحده مع مطربه مو معروف قرعت ابوها منين بحط ادراك بسنتين. اخ اخ لو بقدر استقيل اخ واخلص من هالعي كله. يو وشو بدك تشتغل اذا طلعت التقاعد؟ ولك بشتغل اي شيء، شوفير مكرو شوفير تاكسي على طنبر مازوت على حمار على بطيخ مبسمر اي شيء بشتغل، المهم اقضي هالكم يوم البقيانين من عمري بهلاوي. اخ لو بقدر اقدم استقالتي من خدمته، بس ما بقدر متعربت فيه بإيديه ورجليه. أخ أمي يرضى عليكي أمي هالطشط أمي. بس طول بالك تقبرني، صدقني ما بعد الضيق إلا الفرج. الله يصطفل فيك يا معين بيك، لا شك إنك نيئة عن الخليقة لا شك.
ليش مشغل المكيف؟ شوب سيدنا. بس أنا مو مشوب، طفي. حاضر سيدي. تاني مرة لا تتصرف وتجتهد من عندك. أنا لما بدي المكيف يشتغل بقول لك شغله. شغل المسجلة اللي شوف. حاضر سيدي. ولك شو هالذوق يا ابو مروان؟ شو هاد؟ ما عندك ذوق انت منوب؟ خير سيدنا. يعني ما لقيت تحط غير هالشريط؟ سيدنا انتو طلبتوا تسمعوا مبارح. طلبت اسمعوا مبارح، ما طلبت اسمعوا اليوم؟ مالك شايفني معصب ولازمني شوية هدوء؟ سلامتك سيدنا، شو بتقولوا نعمل هلا؟ حط لي شي شريط هادي لحتى ريح اعصابي. حاضر، تسمعوا شي لفيروز سيدنا؟ قولك حدا يسمع فيروز بهالشوك؟ حط لي بين العصر والمغرب. بين العصر والمغرب مرقت سيارة سودا. سيارة سكودا؟ لمين هاي سيدي؟ ولك عجل بقى، ضربك الطراش؟ رح نصل للمزرعة ونحن عم ناخذ ونعطي. أمرك سيدنا، وين بدي لاقيها هاي؟ سيدي، عدم المؤاخذة يعني، يا ريت تحطوا شعرتكم جيبتكم وقت بدكم إياها. حط لي الغنية بلا علاء، خلصني، طاش راسي من صوتك. ها ليش هيك ماشي على مهلك؟ استعجلك شوي. سيدنا الله يخلينا اياك، انتم منبهين علي ما اطلع فوق الـ80 على طريق المزرعه. صحيح، بس لما تشوفني معصب ولازمني راحه نفسيه لازم لحالك تستعجل. يا اخي شو قصتك انت؟ كون ديناميكي، اتصرف من عندك. يعني مو ضروري كل شغله لقمك ياها بالمعلقه تلقيم. حاضر سيدنا، على قديش بتحبوا امشي؟ 120 130 مو مشكله، المهم تزتني بالمزرعه وخلصني بقى. املي هالشريط من المسجل انسرع راسي. احترامي مطيع بيك. والله يا مولانا بصراحة الوضع خطير جدا. نعم يا سيدي، هو نحن عم نعمل جهدنا واستنفرنا كل أطباء وجراحين المستشفى. نعم؟ لا والله يا مولانا، في معه هلأ فريق طبي كامل بغرفة العمليات مع الجراحين. ايه طبعا 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 سيدي طبعا، بنوافيكم بالتفصيلات أول بأول. نعم يا سيدي، الله معكم، مع السلامة. قالوا نعم. احترامي سيدنا، اهلا وسهلا ومرحبا. والله يا سيدي الوضع ما بسر ابدا، بالعكس يا سيدي. لا لا لا، امكانيه نقله هلا لبرا مو وارده منوب، لانه الوضع خطير جدا وما بتحمل. طبعا طبعا مولانا، خيره الاطباء هلا معه بغرفه العمليات، وهو كذلك يا سيدي. نعم يا سيدي، امرك امرك، مع السلامه. قالوا نعم. مين معي بالله؟ تحياتي نورس بيك. أهلين مولانا. لا والله يا سيدي لسه ما طلع من غرفة عمليات. لا لا طبعا ما بدنا توصاية. سلامة معين بيك بتهم كل البلد. شو الأخبار؟ إن شاء الله خير. شو؟ الله معكم يا سيدي، مع السلامة. طيب ماشي. طمني شو الأخبار؟ أخبار سيئة. شو الحكي؟ Thank you.
عفوا دكتور، ممكن سؤال؟ تفضل. كيف وضعه هلا؟ عم نعمل اقصى جهدنا، انت بتعرف صحة سيادته وبتهمنا كلياتنا. عفوا انا ما عم بحكي عن سيادته. لكن عن مين عم تحكي؟ عن سائق سيادته. انت ابنه؟ ايه انا ابنه. الله يصلحه على هالعملة. ولك شو انت جن ابوك ولا هستر؟ المفروض يكون اوعى من هيك وما يسوق بهالتهور والطيش. يعني اذا ما كان سائل عن روحه كان لازم يعرف انه معه سياسي مهم بهالبلد. قل لي لشوف هلا مين بده يروح على المفاوضات؟ ها مهم. هلا دكتور ابي كيف وضعه؟ العوض بسلامتك. مات؟ مات؟ لا لا اطمنوا، لسه سيادته بخير. كنا عم نحكي على الشوفور. قطعت لنا قلبنا يا دكتور. طمنا دكتور، شو الاخبار؟ يا خساره، خساره البلد بمعين بيك ما بتتعوض. لا حول ولا قوه الا بالله. اسمحوا لي يا جماعه، باسمي واسم كل العاملين بالمشفى اني اقدم لكم التعازي الحاره بوفاه فقيدنا معين بيك. والله يقدرنا كلياتنا على تحمل هذه المصيبه، وانا لله وانا اليه لراجعون. سمعونا الفاتحة على روح الطاهرة إذا بتريدوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. آمين يا أرحم الراحمين يا رب. اللهم تغمده برحمة من عندك لا تنتهي. آمين. واجعله بين حور العين والولدان المخلدين يتبختر ويزدي. آمين. وأطعمه يا رب من ثمرات جناتك ما يحب ويشتهي. آمين. ولا تدعه يا رب بالفاتنات من ملائكتك يلتهي. آمين. يا رب إن كان لا يخجل في الدنيا فاجعله في الآخرة يستحي. آمين. يا رب إن كان مرتشيا في دنياه فاغفر رشوته وجنبه العقاب، وإن كان فظا غليظ القلب فارحم غلظته يوم الحساب. آمين. يا رب إن كان من أموال الدولة يكنز ويقتني فإنه اليوم عائد إليك ربي كما خلقتني. وأستغفر الله لي ولكم ولكم. لا لا، بكرة بنستلم الجثة من هون وبنطلع الضيعة دغري. انتوا جازوا حالكم هنيك، بس انتبهوا هالصندوق ما رح نفتحه. ايه جسم مشوهة. سلامتك الباقي. لا لا مو لازم نشي، الله معك.
بعدين سيادة المدير اجوا استلموا جسد الشوفير؟ ايه اجوا من شوي. ماشي الحال. العمى شو خير؟ شو في؟ انت من انو براد عطيتهم الجثة تبع الشوفير؟ من البراد 17. وجثة معين بيك؟ من البراد 16. الله لا يعطيك عافية على هالعملة فوق تعبك. ليش خير؟ شو في دكتور؟ ولك انت خربطت بين الجثتين. شو يعني؟ ما فهمت. يعني هالامم والعالم يلي طلعت بالجنازة برا ماشية ورا جثة الشوفير. ومعين بيك؟ معين بيك بيكونوا هلا عم يدفنون بضيعة الشوفير. دخيلك سيادة المدير، دخيلك مشان الله استر علي. الله وكيلك إذا حذري بهالشغلة، الله وكيلك لا ينظر رقبتي قص، مشان الله إيدي بزن نارك. خلاص خلاص ولا يهمك. يبدو إنه الله كاتب له لهالشوفير ينعز بموته، وكاتب لمعين بيك يموت هيك موتة. دخيلك يا ربي، دخيلك دخيلك ما أعظم حكمتك. معوضين اخي. معوض عليك يا زكي. مع السلامة. اهلا وسهلا. نسأل الله ايام زمان يا ابو نبي. قسما بالله وما لك علي يمين تحلفني، كنت طالع كل يوم 2000 ليرة صافي، بس هلا يا حسرة عم بخسر كل يوم 1000 ليرة. شو الحكي؟ هلا انت كل يوم عم تخسر 1000؟ طبعا، اذا كنت طالع كل يوم 2000 وهلا عم طالع 1000، شو معنات الحكي؟ لكان شو بدي اقول انا عن حالي؟ معقول أنا أبو فهيم اللي كنت إذا عصرت الصخر طالع منه مي ما أقدر طالع 1500 ليرة باليوم؟ إيه صلى أيام زمان. هلا أنت عم تتحسر على أيام زمان؟ إيه طول عمرك منتوف ما معك حق ربطة خبز، هلا عم تتحسر كأنه مليونير وفلس. هلا أنا كنت منتوف وداير على ربطة الخبز؟ اسمعوا أنا الحكي اسمعوا. سيدي حميد ربك اللي الله رماك بوظيفة عم تقص من وراها ذهب أحمر، وصرت صاحب رزق ومحل وبيت وكعكتين بخيط. لك بس بدي افهم شو قصته الزلمة؟ دائما رايح جاي قدام منا مثل مكوك الحيك. معتر الله يكون بعونه، بس لأجر أوضة عند أم نور الدين ساتر حاله فيها. ماله متجوز ما عنده أولاد؟ ومين هالمشحر اللي بدها تاخده؟ مالك شايفه منتوف وعايف التكنة تبعه؟ سيدي الله يساعد الناس. هالايام ايام فقر اسود يا ابو زكي، ما بعرف هالعالم شلون عم تدبر حالها. طيب شو بيشتغل؟ منين عايش؟ شو كان يساوي لما يجي لحارتنا؟ شو بيعرفنا؟ يعني ناقصنا نحمل هم العالم اللي فينا مكفينا. سعدية وين النارة؟ حاضر معلمتي اجيت. شو وينه زبون العوافي شحادة؟ ماني شايفته؟ طلع مشي ربع ساعة. لك يلي محيرني انه حاطت على الباب قفلين، يعني لو كان وزير ما بيقفل مكتبه هيك؟ حتى الغرفة ما عندي خليني فوت نظف له اياها. يا حبيبي احسنين، بكره بتخم الاوضة وبتطلع ريحتها وبينزعلي سمعة البيت بالحارة. بدك شي معلمتي؟ انا رايح اجيب شوية غراض. لا بس بسرعة ها، مثل الطير الطاير، لأنه بدي بعتك تجيبي لحمة من عند أبو فهيم. حاضر معلمتي، لا تقولي إلا وصلت. يعطيك العافية. أهلين وسهلين الله يعافيك. سندويشة فلافل لو سمحت. تبع العشرة ولا تبع الخمستاعش؟ لا تبع العشرة، وكتر لي اللبن والمخلل. كل هذا العشرة؟ إيه، وخلي الفلافلات تازة إذا سمحت. ادعي انا اطلع ما لاقي لك. ماشي الحال. يعطيكم العافيه. اهلين الله يعافيك. اهلين يعطيك العافيه. الله يعافيك. دخيل عينك، بدي اسالك عن واحد اسمه شحاده، اجى لهون من شي 10 ايام. لهون؟ لوين يعني؟ لهون على الحاره تبعكم. قالوا لي انه ساكن بغرفه عند وحده اسمها ام نور الدين. ايه صحيح صحيح، هذا الزلمه اجى على الحاره من مده اسبوع. هلا مرق من هون، شو ما شفته يعني؟ لا والله. طيب ممكن تدلني على بيت ام نور الدين؟ بروح بنتظره هنيك. وليش ما تنتظره هون؟ ما تقول الا رجع، لانه طول النهار رايح جاي من قدامي مثل مكوك الحيك. طيب ماشي الحال.
اعطيني علبة كولا. تكرم عينك من عيوني. تفضل استاذ. ان شاء الله فيا الف صحة وعافية. استواني ويلك مالي. معلش خليهم لك. كتر خيرك استاذ، بس والله مو حلوة هيك. معلش معلش بتستاهل انت. دخلك شو اسمها هاي الحارة؟ هاي حارة الداكونة. بس استاذ ما قلت لي شو اسطوش هادي؟ عدم المؤاخذة يعني، بحسه معنطز مع انه درويش وسره كبير مع انه بسيط وعلى البركة. صحيح ما صار له ساكن بالحارة 10 ايام، بس الا الواحد ما ها ليك اجا ما قلت لك ما بغيب. لك اهلين اهلين شحادي، شو اخبارك؟ هذا انت؟ خير؟ شو بدك مني؟ شو في كمان؟ لا يا شحادي ولو هلا هيك بيتقابلوا الاصدقاء صدقني اشتقت لك. لك اخي انا ما اشتقت لك، حل عني بقى العمى على هالقصة. طول بالك طول بالك، بدي احكي معك كلمتين. خذ شاك ولا ما بدي اشاك ولا ما بطيخ بسمك. انت اتركني بحالي وانا بألف غير من الله. يلا طول بالك، ايش عصبي هيك؟ شو بقى اخي شحادة؟ انا مالي اخوك، بعيد عني عم فهمك. حل عني بقى حاجتك سماشة يا اخي. ولك عيب عليك حاجة تعيط، ما حلو قدام الناس. اخي بدي عيط، بدي لم الناس كمان. انت اخو مراي شي؟ روح تيسر بحال سبيلك بقى، روح. طولوا بالكم يا جماعة، ما بيصير هيك. لك سمي بالرحمن واسمع شو بده منك الاستاذ. اخي لا بده مني ولا بدي منه، خليه حل سألته على غيري ويعتني. العمى شو انت بقى هي؟ خلاص يا جماعة، إذا بتريدوا كل واحد على شغله تفضلوا. وأنت كمان روح شوف شغلك، ولا ما بقى لك شغل غير إنك تلحقني من قرنة لقرنة؟ فعلا يلي استحوا ماتوا، يخرب بيتك وبيت بيتك. الله لا يعطيك العافية. يعطيكم العافية. أهلين سهلين، الله يعافيك. دخيل عينك ام نور الدين، اذا حدا سال عني انا مالي موجود. على عيني. ايه مثل ما عم اقول لك. انت بتأمر امر سيدي. لا العفو. فعلا يا جماعه شغله بتحط العقل بالكف، انه شو علاقه واحد مقدر وابن نعم مثل الاستاذ لؤي بواحد اندبوري مثل شحادة؟ لا والأنكى من هيك، الأستاذ صار يضلله وش حاجة صار يبهدله. أكيد في سر بيناتهم مثل ما عم تقولوا. شو جاب هاد لهاد؟ الله معك. يعطيك العافية يا أبو زكي. أهلين أهلين، الله يعافيك. أهلين أستاذ، فضرت. الله يخليك، معلش مستعجل شوي، بس بدي أسألك سؤال صغير إذا ما عندك مانع. أنا بخدمتك أستاذ، تفضل أسأل. بيت أم نور الدين اللي ساكن عندها شحادة بتعرفه ما؟ إيه طبعاً. طيب ممكن نروح لعندها بمعيتك ونشرب فنجان قهوة؟ ولو امتى ما بتحب استاذ، انا بأمرك. والله هلأ اذا بتقدر. ايه على راسي، بس بتعرف استاذ ما عندي حدا يقعد بالمحل، ومثل ما بتعرف يعني هذا المحل باب رزق و... معك حق ولا يهمك. شرف ابو زكي. لا الله يسامحك، انا ما عم بحكي مشان هيك، بس الواحد ولا يهمك، هذا حقك خود. معوضين ان شاء الله. لحظة بس لسكر الدكان. يلا يلا يلا. معسلي اياهم معس، وكتر لي مخلل وبندورة. وحط لك كمان طحينين. ما بتفرق، حط مو مشكلة، رح تخرب الدنيا يعني. ايه تكرم. تفضل. ايه والله شكرا. اهلا وسهلا، شرفتم. هلا حضرتك قرايبه لشحادة؟ يعني فيك تقولي هيك شي. والله يا شحادة حبابي يا دكتور، ما في منه لا بشوكة ولا دباحة، يعني عايش لحاله ما بيقارش حدا. امنتوا بالله على هالنهار لهون لحقني كمان. شبنا شحادة شبنا، افرطها بقى. شو صار يعني؟ غلطنا معك واجينا صالحك، شو صار بالدنيا؟ اخي انا ما بدي افرطها، ما بدي منك تصلح شيء، بقى افرقني بريحه طيبه الله يخليك، وانا بألف غير من الله. ايه شبك شحادة، ما بصير هيك. الاستاذ لؤي ضيفنا، بعدين انت ليش معصب كل الوقت؟ ضيفك انت ام نور الدين مو ضيفي. انا مو طايق اشوف خلقته منوب. لك تركنا له الحارة بحاله وما خلصنا ولسه لزقان فيني؟ قال وحياة خلقك مالي مفارقة. لك يا جماعة فهمونا شو القصة، بركي منلاقيكم حل وسط. القصة بنمشرمحي انه هالزلمة اذا ما تركني انا بدي ابلغ الشرطة. ابلغ الشرطة مين ماسكك؟ وهنيك بقى منحكي قصتنا. شبه ليش سكتت؟ طولوا بالكم يا جماعة، المسألة ما وصلت للشرطة. طيب شو رأيك نفوت على غرفتك نحكي كلمتين نتصافى ونتفاهم؟
لا حبيبي ما حسرت، انا ما بدي تورشيني وشك منوب طول ما انا عايش، فهمت ولا ما فهمت؟ ماشي الحال. ابو زكي شرف. لوين استاذ؟ على قليلة كملوا القهوة. مرة تانية ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. قسما بالله العظيم يمكن تقطعي اذا ما عرفت شوفي بين هالجوز. وانا هيك يا ابو زكي، والله امبارح ما نمت الليل وانا عم فكر بالموضوع. هلا انت يا ابو زكي ما عم تقول انه الاستاذ لؤي بده يجي لعندك وطلب منك انه يختلي بشحاده بالدكان؟ صحيح، وبده مني ادهي معي الشحاده وفوتوا على الدكان مشان يجتمعوا سوا. اصبح ما في غير متنصت على الحديث. لك شلون متنصت على الحديث؟ انا بقول لكم شلون. هذا يا سيدي ابن اخي عنده مسجله صغيره تبع صحافه، وهالمسجله تلقط الصوت من بعيد. بقى قبل ما يجتمعوا مع بعضهم رح اعطيك اياها حتى تحطها بالدرج، وبعدين بنسمع الشريط وبنفهم الموضوع. شو رايك؟ والله الفكره معقوله، ليش لا؟ ابو نبيه قوم جيبها انت واترك الباقي علي. يعني انا لو بدي ضرك كنت خبرت الشرطه وخربت بيتك وما كان طلع لك معي شيء بنوب. بقى افتح مخك واسمعني منيح شو بدي اقلك. وشو بدك تقلي يعني؟ خمسة. خمسة مليون منيح؟ يردن على جوعتك، قال خمسة مليون قال. طيب يا سيدي، سبعة مليون، خدن وخلص حالك من هالبلوة. اخي اتركني مبتلي وحل عني، حاجتك مسخرة يا حاجة. اخر كلام عشر مليون، شو؟ روح جيب المصاري؟ اخي انا ما بدي منك شيء، بدي اياك تختفي من حياتي وبس الله يخليك. فكر على مهلك ومعك مهلي لبكرة. ويمكن ساوي لك ياهم 12 مليون ها، منيح هيك؟ بس مشان ما اظلمك، وبكره الساعة 1 بمرق لعند بيت ام نور الدين وبتفاهم انا وياك. لا تمرق ولا تعذب حالك. شوف شحادة، يعني لا انا ولا الخواجة بنرضى انك تاكلها لحالك، مستحيل، لا تفكر بهيك شيء بنوب. بقى بكره بمرق لبيت ام نور الدين وبتقلي كلمتين، سامحتك ورضيت، وهيك بفهم انك وافقت. وإذا ما وافقت؟ إذا ما وافقت، قلي سامحتك وبس، وساعتها لا تلوم الا حالك ها. روح الله معك. شو استشحدي؟ طمني استاذ، ان شاء الله صلحته. يعني فيك تقول تلحلحت شوي. كتر خيرك ابو زكي، عذبناك معنا صدق. لا هيك راح ازعل منك استاذ. ليش بقى؟ إيه بدك تبطل لي هي ال500 على الطالعه والنازله، انا كل همي انه تصالحوا، ما بحب شوف اثنين متخانقين. ولا يهمك ابو زكي، انت تستاهل شرف. الله معك استاذ. هلا سمعتوا كلمة 12 مليون ولا أنا لأني بحب المصاري سمعت هيك؟ لا ما بقلبن 12 مليون؟ لك شو في بيناتهم هدول الجوز؟ لا وشو؟ عم يقول له خذ 7 مليون وخلص حالك من هالبلوة. بقى تخيل حالك مبتلي وجاي لعندك واحد عم يقول لك خذ هالسبع ملايين وخلص من هالبلوة. الله يبلينا يا رب. لو عم بيقول له لا تفكر تاكلها لحالك. أخي أنا بشوف إنه طالما الشغلة فيها شرطة معناتها الموضوع مو قانوني بنوب. المسألة ما بدها زكا، شو مفكر حالك؟ اكتشفت أمريكا؟ معناتها شحادة ماسك على لؤي سندات مثلا أو أوراق ولؤي عم يساوموا عليها. لا 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 لا، هذا التحليل مو منطقي، ما عجبني بنوب. ليش يا أبو زكي؟ ليش بقى؟ لأنه يا أبو فهيم لؤي قال له خذ 12 مليون خلينا نسترزق، معناتها الحكي كمان هو التاني كسبان. لا تنسوا إنه إجت سيرة خواجة بالموضوع ها. اخ على ما اعرف شو في بيناتهم، ذبحني الفضول وهدني للعظم. انا راح اعرف لكم شو الموضوع وفش لكم قلبكم، ما في غيري. شلون؟ لك اذا عم بيعطيني 500 ليره على شغلات تافهه، شلون اذا هددناه بشريط التسجيل؟ شلوني معكم؟ لا تنسى تنسخ كم وحده منه ها، فهمت؟ اذا ما وافقت اللي سامحتك وبس، وساعتها لا تلوم الا حالك ها. روح الله معك. شو رأيك باللي سمعته أستاذ؟ الحقيقة أنا كتير مندهش، يعني معقول تكونوا عم تسجلوا صوتي؟ مختصر الكلام يا أستاذ لؤي، يا بتفهمنا شو اللي عم بيصير يا أما رح ناخد هذا الشريط بإيدينا على الشرطة. وإذا بتريد تاخد هذا الشريط هدية ما عنا مانع. معلش لأنه عنا خمسة مثله. حلو، وشو بدكم تقولوا للشرطة؟ هذا الشريط مو مفهوم منه شيء،
بعدين شريط المسجل مو معترف عليه قانونا. معترف عليه ولا مو معترف عليه؟ لحنا ما لنا خسرانين شيء. شو قلت؟ يعني القصة لو يدراع ما؟ ماشي الحال. أنا ما عندي شيء يقولوا، اعملوا اللي بدكم إياه، السلام عليكم. طول بالك عود شباب، طول بالك حتى نتفاهم. لك على شو بدنا نتفاهم؟ يعني ناخذ ونعطي ونساري قصة الشرطة. أخي من قصيره كل واحد منكم بياخذ 10,000 ليرة وبيغض النظر، وبس خلص شغلي مع شحادة كمان بياخذ 10,000 ليرة تانية. منيح هيك؟ والله ما بيمشي الحال يا أستاذ. طيب 20,000 لكل واحد منيح، وبس خلص العملية كمان لكم 20 تاني. لا حبيبي ما حذرت، إذا بتدفع لكل واحد منا 50,000 قبل ما تنتهي شغلتك مع شحادة و50,000 بعد ما تنتهي، إيه ساعتها أنت عيني. شو رأيك أبو زكي؟ ها؟ لا أنا ماني موافي. ليش لك عمي؟ ليش؟ شو رسمال عليك أنت؟ أخي أنا بصراحة توسوست، لازم أفهم القصة بالتفصيل، يعني لو بدفع لي 1,000,000 ليرة ما رح أقبل. طيب خلونا نروح نشوف شحادة هلا وبعدين لكل حادث حديث. بدك تشوفه إذا سامحك ورضي عنك؟ لا ما شاء الله حولكم وحواليكم، زكايا ما بيخاف عليكم. لك يا حبيبي أي حالة الدابونة مو حي الله، يعني صار فيك مثل اللي بيبيع المي بحالة السقايين. تفضل. يسلموا. أهلا وسهلا. شكرا. يا أهلين وسهلين. يعطيكم العافية. أهلين العافية. شو لساتك زعلان مني؟ لا خلاص سامحتك وعفى الله عما مضى. يعني رضيت عني؟ لك قلت لك سامحتك بقى يا عمي، خلصني سامحتك. يعني ما رضيت عني؟ شبنا استاذ لؤي، طالما عم بيقول لك سامحتك معناتها رضيان عنك. لا بدي اسمعها منه هو. سامحتك وبس. اخي انت فهمنا شو القصة ولحنا لك علينا لا نخبر لا شرطة ولا مرطة. الحقيقة انا ماني خايف انه تخبروا، لانه بصراحة انتو جماعة اولادين سوء وبدكم مصلحتكم، بعدين انا ممكن احتاج مساعدتكم كمان. ولا يهمك، نحن من ايدك هي لايدك هي. ايه سيدي اسمحوا لي اولا اعرفكم بحالي، انا الدكتور لؤي حمياني طبيب بالامراض الداخلية. دكتور؟ ايه نعم. وشحادة كان زبوني، بقصد كان مريض عندي، وبيوم الايام اجى لعندي شحادة ومعه قطعة صغيرة. دكتور وانا عم احفر عندي بالارض لقيت صندوق قديم فيه 100 تمثال مثل هذا. وشو المطلوب مني؟ سمعت انك خبير بالاثار وحابب تتم لي اياه. ايه على عيني، اترك لي اياه يومين ثلاثة وبرد لك خبر. المهم عرضت القطعة الأثرية على خواجة أجنبي صاحبه تمن لي إياها بحدود 300,000 وعرض ياخد الكمية كلها. لا القطعة الوحدة حقها 300,000؟ لا تحسبوها وتعذبوا حالكم، المبلغ الإجمالي بيطلع 30,000,000. الله أكبر على هالشغلة. كمل أخي كمل، شو صار بعدين؟ أخي هي القطعة الوحدة بتسوى 10,000 ليرة. 10,000؟ إيه. ودخلك في من يشتري؟ في خواجة صاحبي ممكن ياخد له شي 10. والباقي باقي القطاع؟ انت جيبهم كلهم وانا صرف لك اياهم، بس الشغله بدها وقتها. طيب ماشي الحال، تركني فكر بالموضوع. فكر على كيفك. ايه وفكر بالموضوع يا سيدي. فكر واعتمد، ويوم اللي بده يسلمني القطعه الاثريه اجى اخوه لعنده ودري بالقصه، قام اقترح علي يعرضهم على شخص تاني. وعرضهم؟ يا سيدي عرضهم وعرف قيمتهم، ومن يومتها فص ملح وداب، وصار لنا شهر كامل ونحن عم ندور عليه هيك حتى لقيناه. والقطع الأثرية معه؟ أكيد معه، وأغلب الظن إنه مخبيهم بالأوضة عند بيت النور الدين. إيه وهلأ شو ناوي تعمل؟ قول شو ناويين نعمل بيكون أحسن، مو أنتوا عرضتوا علي تساعدوني؟ نحن بأمرك، بس عدم المؤاخذة شو رح يطلعنا من فهالشغلة؟ يا سيدي لكل واحد 1,000,000 ليرة. لا حبيبي شو 1,000,000 ليرة؟ جاي تضحك على عقلنا؟ بنقسمها قسمة عدل اخي. ماشي الحال، قديش بدكم يعني؟ اسمعوا انا باخذ الثلث والخواجه الثلث
وانتو التلت شو قالكم؟ موافقين. اهم شيء انه تراقبوه منيح وما يغيب عن عينكم لحظة واحدة، لانه هلا حس بالحامل بقى خايف يهرب او يغير محله. من هالناحية لا تاكل هم، بس قصدي بعد المراقبة شو بدنا نعمل؟ لا تستعجل ابو زكي، هلا عم نرسم الخطة انا والخواجة، وبس نعتمدها بنخبركم عليها. ايه بس لا تنطوها كتير انت والخواجة. ولا يهمك، كل شيء بوقته حلو. تبع العشرة مثل العادة. لا تبع الخمسطعش، وحط لي قرصين زيادة ومعسهم. يا على عيني صاير عم يتبحتر، صاير عم يتبحتر. بصراحة يا أبو زكي أنا ما استنضفت هالقصة منوب. أنا قصة؟ قصة الأستاذ لؤي مع شحادة، أكيد في شيء تقيل بيناته. لك لا تقيل ولا خفيف، بعدين شو بده يكون بيناتهم يعني؟ ما بعرف، بس أنا بلش الفاري يلعب بعبي، وعم فكر إني طالع شحادة من الغرفة. أوعك أوعك تطالعين من الغرفة. يو وليش احتديت كل هالقد بعدي؟ ما احتديت، بس الزلمة درويش ومعتر وماله سئلي، فليش تكسر بخاطره وتطالعين من الغرفة؟ وهالأوضة اللي مثل خزنة البنك المركزي؟ أكيد في وراها سر لحتى قافلها هالقفلة. لك إيه لا سر ولا مر، بيكون الزلمة موسوس شوي، هاي هي كل القصة. لك شو بين معك شي؟ هلأ فات على غرفته وشعل الضوء. هات شو فات. يا سلام، سحب الصندوق من ورا التخت. ايه فتحه. اخس رخى البرداية. يخرب بيت قلبه شو حريص. مو مشكلة، المهم تأكدنا من وجود الصندوق. يعني تأكدتوا من وجود الصندوق؟ عم بقلك شفته بعيني دكتور. عظيم كثير. هلو خواجة، هاو ار يو؟ I'm fine, thank you. We found the box. Yes. Sweet, okay. Abu Zaki department. Yes. Shahadi MP. Thank you. Thank you. الخواجة كتير مبسوط من الخبرية. عظيم جدا. وانتو شفتوا شي غريب من خلال المراقبة؟ يا سيدي هالزلمة ماله لا طلعه ولا فوته. كل يوم بينزل على البلد بيشتري صندويشة فلافل وبيرجع، ما في غير مبارح اشترى صندويشة همبرجر. أيوة معناتها بلش يجخ ويتبحبح. شو يعني؟ يعني احتمال كبير يكون لقى زبون للتماثيل. العمى مصيبة. لكن لا مصيبة ولا شيء، طولوا بالكم انتوا التانيين، كل مصيبة ولا حل. المهم انه نتحرك بسرعة هلا. مساك لك. شو هال؟ أعشاب طبية نادرة بتتقاسمون وبتغلون منيح وبتحطوهم بقنينة، وكل ما مرق شحادة بتعزموه على شي مشروب، شاي، قهوة إلى آخره، وبتحطوا بكل كاسة أربع نقط. طيب ما بدنا نعرف شو هالأعشاب هاي؟ هاي أعشاب منشطة حتى تفتح له مخه ويتعاون معنا على المزبوط. هلأ اشتغلوا مثل ما عم قلكم، ما حدا يناقشني، وهلأ اسمحولي ولقاءنا بعد خمسة أيام إن شاء الله. وين سيش حدي؟ خير، شبتك مني؟ تفضل شب لك كاس الشاي. يسلموا هاليدين، هلا شربت شاي عند ابو فهيم. طيب فنجان قهوة. كمان شربت قهوة عند ابو نبي. معناتها ما في غير كولا، قسما بالله ما بتروح لتشرب كولا. دقيقة لجيب لك وحدة باردة من البراد. ماشي الحال. يعني طبقتوا التعليمات اللي قلت لكم عليها؟ صلوا خمسة ايام عم بيكرع شاي وقهوة وكولا ومنشطات على حسابنا. عظيم، معناها اليوم لازم يكون خالص. شلون يعني خالص؟ يعني البقية بحياتكم. أعوذ بالله، لا تقولها. الله لا يعطيك عافية على هالعملة. لا هي عملتكم مو عملتي. صحيح، بس نحن ما اتفقنا على هيك، هيك صار فيها جريمة قتل. أيوة جريمة. ليش سرقت الآثار وتهريبها مو جريمة؟ قوموا تأخرنا، قوموا يلا. لوين؟ لعند نور الدين، خلينا نشوف إذا زلمة اتكل ولا لسه. بس نحن شو رح نستفيد من موته؟ هذا مو شغلكم، هيك بده الخواجة، يلا شرفوا. بيبي بيبي
شوف النوم لك يا ناس يا عالم الحقوني يا ناس يا عالم مش حدا بده يشوف النوم يا لطيف يا لطيف يا لطيف شحادة شحادة لا اله الا الله الرجال ميت يا جماعه شو ميت ولي على امرك يا ام نور الدين على مصيبه ولي على الله ولا قوه الا بالله العلي العظيم شو هالقصه هي دخيلك يا استاذ لؤي دبرني كيف بدي دبرك لازم نخبر الشرطه الشرطه هاي الشرطه يا لطيف هلا عن جد بدك تبلغ الشرطه سمعنا شوي سمعنا شوي شباب كله نازل بالخطه عمري ما سمعت خطة فيها شرطة لك امشي هلا قولي قولي على أمتي يا على أمتي يا على أمتي دخيلكم يا على أمتي شو دكتور لؤي هلا هي لابسين شرطة والسيارات والكركبة كلها كذب بكذب طبعا كذب بكذب لكن شو فاكرين انتو وانا لما كنت عم بحكي على التليفون كنت عم حاكي الخواجة وهو رتب كل هالقصة العمى شو هالخواجة هاد بنتو داهية طيب ليش الدورية قفلت الغرفة بالشمع الأحمر؟ مشان نطمن إنه ما حدا يفوت على الغرفة من هون لنشتري البيت ليش بدنا نشتري البيت؟ باللي فيه هيك أوامر الخواجة تفضلوا يا جماعة مدوا إيديكم يسلموا وديات إيه أختي منور الدين شو قلتي؟ والله أنا بصراحة مالي ناوي أبيع البيت بس طالما الموضوع إنساني والدكتور لو أي بده يفتحوا مستشفى فأنا ما عندي مانع منه كلك ذوق منور الدين يا ترى قديش حاططي له السعر؟ هاها انت بشو مفكر؟ يعني بحدود 800,000 لا بدك تبحبحهم شوي على عيني ومية زيادة صاروا 900 والله لساتها بعيدة كتير بيناتنا يا دكتور يا ستي انا بمون على الدكتور بمية زيادة يعني صاروا 1,000,000 لا والله يا ابو زكي ما حذرت انا بدي فوقهم كمان 9 هلا وقفت على 9,000 ليرة وانت صادق 9,000,000 لك شو عم تحكي انت؟ من كل عقلك عم تحكي؟ يعني انا بعرف كل شيء بعرف البير وغطاء البير وغطاء؟ ايه البير وغطاء من طقطق للسلام عليكم وبعرف ليش كنت تشتروا هالبيت وشو بيعرفك انه زكي؟ انا بحكي تفضل شو بتعرفي؟ شو بتعرفي بنور الدين؟ قولي يا سيدي بعرف انه هالمنطقة هي رح تتنظم وتصير اسعارها بالعلالي يعني مثل تنظيم كفرسوسة يلي حقه ليرة رح يصير حقه 100 بقى وين رايحين انتو بين عجقة ومنين جبتي هالحكي؟ من مطرح ما جبته عيني انا بأقل من 10,000,000 ما ببيع وانتو روحوا خيطوا بغير هالمسلة شو يعني؟ يعني فعلا المنطقة بدها تتنظم والاسعار رح ترتفع 10 أضعاف انت متأكد من الحكي دكتور؟ طبعا متأكد امبارح الخواجة عمل اتصالاته وجاب الخبر اليقين يا عيني عليك وعلى الخواجة فرجت علينا من كل الاتجاهات يا جماعة الحمد لله هلا قيمونا من سيرة البيت وخلونا بالصندوق بالنسبة للصندوق المسألة محلولة نحن رح نشتري البيت ب10,000,000 ايه ومين بده يدفع؟ الخواجة طبعا انتوا لا تاكلوا هم انتوا رح تاكلوها على الناشف وافق على هيك سعر؟ لك هو شو فارقة معه؟ منه راح يسحب الصندوق على أهون سبب ومنه راح يستغل البيت بشي مشروع استثماري يا أخي الخواجة رهيب راح يضرب عصفورين بحجر واحد هلأ المهم نحن شو راح ينوبنا من العملية؟ كونوا على ثقة أن تعبكم ما راح يضيع وإن شاء الله ما بتكونوا غير رضيانين حبيبي عن شو؟ ما بتطلعوا إلا رضيانين بس الخواجة ما بينصح حدا يضربوه والخواجة تعرفوا يا جماعة أنا الفار بلش يلعب بعبيها شو الحكي؟ يعني في إلنا بالموضوع؟ ما بعرف بس حاسس إنه راح نطلع من هالمولد بلا حموس لا بدنا نطلع من المولد بلا حموس فسر أبو زكي فسر هلأ إذا هذا البطيخ اشترى البيت من هون وسكره من هون وسحب الصندوق من البيت ولا مين شاف ولا مين دري إيه شو ايه؟ هذا يعني انه رقابنا صارت بايد الخواجة طيب اذا انا ما يكون عندي شيء شو رح نقدر نعمل معه؟ قسما عظما بخلع الرقبة تبعه هو والدكتور المعنطاز ايه هذا اذا عاد شفت خلقته بنشتكي عليه للشرطة يغزل العين عنك شو زكي شو بدنا نقول للشرطة؟ قتلنا شحادة ما رضوا يعطونا حصتنا من القطع الاثرية لك حدا بلف حبل المشنع على رقبته بايده
والله عم تحكي مزبوط، انا حاسس كانه التعب علينا. اي نعيما. طيب والحل؟ معقوله هيك نضل عم نتفرج عليهم وما نحرك ساكن؟ فشروا، لازم نتغدى فيهم قبل ما يتعشوا فينا. شلون؟ يا سيدي بنشتري البيت ومنلهف الصندوق وهيك بتصير رعبتهم بايدنا. تمام، وان حبينا نعطيهم نعطيهم وما حبينا يبلطوا البحر. فكره جهنميه، هيك بنقدحهم برغي منطالعه من احفراسهم. بس شلون بدنا ندبر المصاري؟ بنتعاون عليه نحن ثلاثه، وكل واحد منا بيدبر 3 ملايين وشوي. بس المشكله ما معنا سيوله. هلا لا تعملوا لي السيوله وميوله، كل واحد منا بده يدبر المبلغ، لو باع ما فوقه وتحته وباسرع وقت ممكن. تفضل. شكرا. يا اهلا وسهلا. تفضل. يسلموا. اهلا وسهلا. ان شاء الله الف مبروك عليكم للبيت. الله يبارك بعمرك، وانت كمان مبروك عليك العشر ملايين. بس بدك الدغري؟ والله انا ضميري عم يأنبني، لانه كان المفروض الدكتور لؤي هو اللي يشتري البيت مو انتو، هيك كان الوعد. يا ستي الدكتور لؤي عدل عن الفكرة. بعدين انت شو بيهمك؟ مين ما بده يشتري يشتري، طالما عم تقبضي مشكلتك محلولة. قلتك بتضلوا انتو ابدا من الغريب. بس هالغرفة المختومة بالشمع الاحمر شو رح تعملوا فيها؟ رح تضل مختومة لتيجي الشرطة تفتحها، لحنا اشترينا البيت على الوضع الراهن. ماشي الحال، ما في مشكلة. وإمتى رح تسلمينا البيت أختي أم نور الدين؟ بعد بكرة إذا الله راد. إلا كتير لبعد بكرة، ليش مو بكرة؟ تكرم عينكم، بكرة شرفوا استلموا البيت، أنا ما عندي مانع. السلام عليكم. وعليكم السلام والإكرام. شو بلاي سبقتوني لهون؟ إيه وليش لحتى ما نسمعك؟ إيه أختي أم نور، هاي المصاري جاهزين، إمتى بتحبي نعمل العقود؟ يطعمك الحجة والناس راجعة، البيت انباع. انباع؟ بس انت عاطتيني كلمة. مزبوط، بس اللي اشتروه رفقاتك ما حدا غريب. انتو؟ ايه نحنا، شو ناقصنا يعني؟ ما بدك تبارك لنا دكتور. بس نحنا مو هيك متفقين. سيدي مرحبا متفقين. بس انتو هيك عم تلعبوا بالنار، والخواجة ما بيسكت على هيك مقلب. يا سيدي ايده ما تعطيه، شو بده يطلع منه يعني؟ طيب بسيطة، إذا ما نخلي الخواجة يخرب بيتكم ويخليكم تقمطوا أصابعكم نداني ما بيقول اسمي غسان. غسان؟ يا جماعة ما فيها مسؤولية إنه نفتح باب مختوم بالشمع الأحمر. ليكو على الحكي ليكو، لك ما بتعرف إنه الدورية اللي ختمت بالشمع الأحمر دورية مزورة؟ لك إيش عم بالي؟ عم بالك. ماشي الحال. بعدوني شوي، بعد شوي. اطلعوا. شو ها؟ بطاطا فهيم. بطاطا. بطاطا فهيم. تفضل سيد عاصم، هاي 1.5 مليون إلك و3.5 إلك و5 ملايين حصتي أنا. بس هيك مو عادل يا غسان. ولا تنسى أنه أنا راح بيتي. شو هالحكي هاد يا عاصم؟ لكن كيف العدل هاد فهمني؟ شو نسيت أنك كنت راكد وراي وقت طلعت من السجن وبدك تدبر أي شغلة تشتغلها؟ هلأ 1.5 مليون بعد يعجبوك؟ وإنت يا خانو نسيتي أنك كنت عم تبكي مشان تبيعي بيتك لو بنص مليون قبل ما يوقع فوق راسك؟ هلأ 3.5 مليون ما عاد يعجبوكي؟ مو مشكلة، على كل حال مو خسارة 5 ملايين بهيك مخ. وانت يا نور الدين؟ ماشي الحال، توكلنا على الله، هات لنشوف وزع علينا. يلا هاي 0.5 مليون إليك ونص مليون إلك وهدول إلي. هاي حبة بطاطا إلك. صغيرة؟ لك مو صغيرة، هاي حبة بطاطا إلك. لا 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 لا، هاي صغيرة عيني، ما بدي إياها. إلا هو مو صغيرة. صغيرة؟ ما حبيتها صغيرة. من عيد الاسم. حطوا رجعوا بشوف. خد هاي حبة بطاطا إلك. 0.5 مليون إلك وهدول إلي. نص إلك ونص إلي وإلي وإلك.